مرحبا بكم مجددا في الحلقة أو الفيديو الرابع. سوف ننقل أيضا الأطفال للمدرسة. إذا ننطلق نشاهد الحافلة في الجانبين. هذا وثائق الحافلة، يرتدي اللون الأسود، إنه سعيد بعمله. نذهب هنا ثم ننطلق نحو الأطفال الصغار وننقلهم إلى المدرسة. إذن هذا هو المسار. هناك طفلان ينتظران الحافلة، فتاة بقميصها الأبيض محفظة زرقاء وطفل شعره بني. نذهب هنا، هذا هو المسار. نلف، هل سنلف؟ نعم، يجب أن نلف على اليمين هكذا على اليمين. هذا مباشرة، ثم على اليمين مجددا. يجب أن نتوخى الحذر. وهؤلاء هم الأطفال، طفلان ينتظران الحافلة. شاهدوا الأطفال يركبون الحافلة. واحد، اثنان، ننطلق. تنطلق الحافلة. نذهب مباشرة ثم نلف على اليسار هكذا، ثم على اليمين هكذا. نذهب مباشرة، هكذا، توقف قليلا. هؤلاء هم الأطفال ينتظروننا في المكان المخصص لهم، ينتظرون الحافلة. طفلان هنا، شاهدوا معنا يركبون الحافلة. طفل بقبعة حمراء وفتاة بقميص أبيض، ها هم يركبون الحافلة. نذهب هنا لننطلق. بيو، أين سوف نذهب؟ نعم، نذهب مباشرة إلى الأمام ثم إلى اليسار مباشرة هكذا. نتوقف قليلا لكي نلف على اليمين. سوف نذهب على اليسار أم على اليمين؟ يجب أن نذهب على اليمين. ثم نذهب مباشرة. لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، يجب أن نصل في الوقت المناسب. هكذا، نذهب هنا ثم على اليمين أو اليسار؟ لا، يجب أن نذهب، نعم يجب أن نذهب على اليسار. نرجع في الطريق. نذهب مباشرة. اسمعوا، الحافلة قادمة. نذهب هنا على اليمين. لا، ليس هذا هو المسار، يجب أن نرجع. هكذا، ثم إلى الأمام. وهكذا، هاتي هي المدرسة تظهر هنالك. سوف نصل. توقف قليلا.
وصلنا. هم الأطفال 1 2 3 4 5 6 أطفال. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا مشاهدة الحلقة القادمة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that they